بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ابتداء أقدم لكم التهاني والتبركات باقتراب حلول شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي سيكون أول يوم منه الاثنين القادم فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنه إلى شهر رمضان، شهر الله عز وجل، وأن يبلغنا جميعا ليالي القدر. في هذا اللقاء سيدور الحديث حول قضية معاصرة مهمة، وهي الدعوة الإبراهيمية الجديدة، أو البيت الإبراهيمي، أو الوحدة الابراهيمية ولكن بعد هذا التقرير لم يكن لقاء الحبر الاعظم بآيات الله السيد علي السيستاني لقاء عاديا او لقاء مجاملات بل جاء اثر المواقف المرجعيه الشيعيه الاسلاميه للدفاع عن كل المستضعفين في العالم والمظلومين، والذين تعرضوا لابشع هجمه تكفيريه في منطقتنا، وافشال المشروع الدموي التكفيري اللاهث خلف السبي والتشريد والاعتداء على الحرمات، وهو ما يدركه العالم اجمع، اضافه للمكانه الفكريه والعلميه والروحيه. التي تحظى بها مرجعيه النجف الاشرف في الدفاع عن حق الانسان في الحياه على مدى عمرها الطويل المبني على اساس القران الكريم وسنه الرسول صلى الله عليه واله الصحيحه وسيره ائمه الهدى من ال بيت النبوه سلام الله عليهم. فما هي المغازي الواضحه وغير المعلنه من زياره الحبر الى النجف الاشرف وما هي ابعاد هذا اللقاء التاريخي الذي رحبت به كل الشعوب المحبه للخير والسلام على اختلاف معتقداتها وشرائعها السماويه والوضعيه وكيف نفهم الوحده الابراهيميه بين المحمديه والمسيحيه وما هي الدلالات الواضحه لهذه الوحده حدث اللقاء والوحدة الإبراهيمية بين المحمدية والمسيحية هو محور لقائنا مع سماحة الحجة الشيخ أسد محمد قصير ليسلط الضوء على مخرجات هذا اللقاء. نعم. نعم. آه هذا اللقاء الذي روج معه لعنوان كبير ومقدس وهو البيت الإبراهيمي، الإبراهيمية، الوحدة أو الأخوة الإبراهيمية فنحن منذ سنوات نسمع وتسمعون والجميع طرق سمعه قضية تحت عنوان الإبراهيمية، البيت الإبراهيمي وهذا العنوان الذي هو في الواقع من اقدس العناوين في الرسالات السماويه وايضا شاهدتم وشاهدنا مؤتمرات عقدت من اجل تفعيل هذا العنوان الى مشروع وتحويل هذا المشروع الى واقع عملي وبالتالي هذا العنوان بدانا نسمع به منذ سنوات وهذا العنوان هو من العناوين الجديده ولكن لهذا العنوان وهذا المفهوم تاريخ تاريخ كبير وتم التسويق لعنوان البيت الابراهيمي تم له التسويق كثيرا عبر وسائل الإعلام العالمية أثناء زيارة البابا للعراق واجتماعه بالمرجعية نحن هنا نريد أن نبين ما هو موقف الإسلام المحمدي الأصيل من هذا المفهوم أو من هذا المشروع وما هو الموقف الصحيح من قضية كما ذكرت باتت تشكل حدثا اعلاميا كبيرا بعد ان تناولتها وسائل الاعلام بشكل واسع فاولا ما هي حقيقه الابراهيميه بغض النظر عن هذا العنوان وما يحمل من ابعاد ما هي حقيقه الابراهيميه بالنسبه الى الاديان السماويه أو الرسالات السماوية لأنه الدين هو دين الإسلام وكل هذه الرسالات يجمعها عنوان الإسلام فما هي الحقيقة التاريخية للإبراهيمية نعم هناك لا شك أنه من يريد أن يستفيد من هذا العنوان وأن يستغل الدين كما استغلوه من قبل من أجل تمرير مشاريع وهناك لا شك خلفيات وسنتكلم عنها إن شاء الله. هناك خلفيات حول هذا المشروع ولكن قبل أن نتكلم عن الخلفيات لابد لنا أولا أن نبين الحقيقة كما هي ما هي الإبراهيمية؟ وأنتم تلاحظون أنا دائما في كل الحلقات وفي كل برامجي أستفتح بالصلاة الإبراهيمية. هذه الصلاة الابراهيمية في الواقع هي رسالة هي رسالة عقدية ورسالة فكرية والرسول صلى الله عليه واله وسلم أمرنا أن نصلي الصلاة الابراهيمية وكل مسلم يعلم أنه من أفضل الصلوات بل من أفضل الأذكار هي الصلاة الابراهيمية اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد. فإذا الإبراهيمية في الإسلام لها مكانه كبيره جدا وكذلك في الاديان او في الرسالات الاخرى الرساله العيسويه وكذلك في الرساله الموسويه فاذا نحن امام مفهوم مقدس وهذا المفهوم لابد لنا ان نرجع الى التاريخ حتى نطلع على الابعاد الحقيقيه الابراهيميه النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي نشا في العراق وبعثه الله عز وجل نبيا في العراق وامن معه قوم والنبي ابراهيم واجه في العراق المستكبرين الظالمين الطغاه وواجه نمرود الذي لم يستطع ان يقاوم النبي ابراهيم بالكلمه فما فامر باحراقه والقصه معروفه وانجاه الله عز وجل من النار وخرج ابراهيم من العراق وذهب الى فلسطين استقر في فلسطين هناك ايضا كان لابراهيم ذريه هذه الذريه التي نشأت منها سلاله نورانيه الهيه اصطفاها الله عز وجل من هذه السلاله ومن اعظم انبيائها هو موسى عليه السلام ومن بعد ذلك عيسى فاذا ابراهيم ترك ذريه في فلسطين هذه الذريه اصطفى الله عز وجل منها رجالا ونساء ومن هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم هم ابراهيم موسى وعيسى عليهم السلام وهناك الكثير من الانبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل من ذريه ابراهيم التي سكنت في فلسطين وايضا الله عز وجل امر ابراهيم ان يذهب الى مكه المكرمه وهناك ايضا ابراهيم ترك ذريه حجه الى مكه وترك زوجته وايضا قصه معروفه والمعجزه التي حصلت مع زوجته معروفه وهناك ايضا كان لابراهيم ذريه واسكنها كما في الصريح القران الكريم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يعني في مكه المكرمه ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم يعني اجعل افئده اجعل قلوب الناس تهوي اليهم الى ذرية ابراهيم التي اسكنها في مكه المكرمه ومن هذه الذريه ايضا وكان على راسها اسماعيل عليه السلام من هذه الذريه الله عز وجل ايضا اصطفى اصطفى من هذه الذريه من هم انبياء كاسماعيل وأيضا اصطفى منها منهم أنبياء وأئمة وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم واصطفى أيضا منها منهم بمنزلة الأنبياء وهم أئمة آل البيت آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فإذا إبراهيم كان له ذريتان ذرية في فلسطين ومنها عيسى وموسى عليهم السلام وذرية بواد بذلك الوادي يعني في مكه المكرمه عند بيتك المحرم التي كان منها ايضا محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين والقران الكريم يشير الى هذه القضيه ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض يعني من هذه الذريه يعني اولا اصطفى ادم ثم نوح ثم الاصطفاء تمركز في ذريه ابراهيم من ابراهيم هناك اصطفاء لسلسله ال ابراهيم ومنها محمد وال محمد وهناك ايضا اصطفاء من ذريته التي تركها التي منها كان موسى وعيسى وهذا العنوان الذي يجمع الإبراهيمية يعني يجمع المحمدية والعيسوية والموسويه وسنواصل بعد الفاصل إبراهيمية هي اساس الرسالات السماويه بعد ادم ونوح الله عز وجل اصطفى من ذريتي ابراهيم ال عمران واصطفى ايضا ال ابراهيم الذريه التي اصطفى منها في التي اسكنها في مكه الله عز وجل اطلق عليها ال ابراهيم لماذا ال ابراهيم؟ لان ال ابراهيم في القران الكريم يراد منها بشكل اساس يراد منه يراد منها ال محمد او محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين كما جاء في الاحاديث الصحيحه بانه ال ابراهيم المؤمنون من ال محمد يعني محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين هذا هو تاريخ وهذا هذه هي حكايه مفهوم الابراهيميه هذا هذا المشروع الابراهيمي الالهي هو كما ذكرت هو فكره مقدسه ولكن هذه الفكره كما حصل في الكثير من مراحل التاريخ ومن محطات التاريخ انه هناك من يريد ان يستغل الشعارات المقدسه العناوين الجميله يريد ان يستغلها لاهداف غير مشروعه او يريد ان يستغلها من اجل تحقيق مارب خبيثه ومن هذه العناوين التي نحن شاهدناها في التاريخ مثلا معاويه استغل القران الكريم رفع القران الكريم من اجل ان يمرر المشروع الاموي كذلك ايضا هناك الكثير عبر التاريخ كانوا يحملون شعارات مقدسه مثلا بنو العباس حملوا شعار ال محمد من اجل ان يخدعوا الناس ويركبوا على ظهورهم وبالتالي ليصلوا الى الحكم وهذا الذي حصل فاذا هل هذه الدعوه الابراهيميه التي الان نحن نسمع بها هل يراد منها في الواقع وفي الحقيقه يراد منها الدعوه الابراهيميه الحقيقيه ام ان هناك امر اخر الذي نحن وصلنا اليه وبالتحقيق ومن خلال ايضا من خلال التتبع وجدنا ان هناك مشروع خطير وراء هذه الدعوه طبعا نحن لا نريد هنا أن نسيء إلى أحد من زع... من زعماء الدين إلى بابا الفاتيكان أو سماحة الشيخ الأزهر الذي شارك في المؤتمر الذي عُقد من أجل الم... ما يسمى بالوحدة الإبراهيمية والبيت الإبراهيمي نحن نتكلم عن من هو خلف هذا المشروع خلف هذا المشروع هم دوائر غربية و... خلف هذا المشروع هناك أهداف شيطانية وإذا سألتني لماذا وما هو الدليل أقول لك بأنه هذا المشروع انطلق من مراكز دراسات لبلدان غربية وهذه المراكز الدراسات تعمل من أجل تحقيق مشاريع هذه الدول الاستكباريه الغربيه وعلى راسها بريطانيا اولا وامريكا ثانيا وفرنسا ومن خلف هؤلاء ايضا هناك الصهيونيه العالميه. اول من بلور هذا المشروع هم كما ذكرت المراكز الدراسات الاستراتيجيه الغربيه. هي نفسها هذه المراكز هي التي تخطط وتبرمج وتهيئ المشاريع لتطبيقها في الشرق في بلدان الشرقيه. هذه هي المراكز هي نفسها التي اخرجت المشروع الوهابي يعني استخرجت فكر ابن تيميه وقدمته للشيخ محمد بن عبد الوهاب منذ اكثر من قرنين واسست ودعمت الدولة الدول الوهابية التي شاهدنا أن هذه الدول أدت إلى تدمير وتقسيم وتفجير العالم الإسلامي هذه المراكز الدراسات والتي تعتمد على دراسات المستشرقين بشكل أساسي سابقا وأيضا تعتمد على مستشرقين ولكن بأساليب جديدة في أيامنا هذه فهذه المراكز هي أول من بلورت هذا المشروع مشروع الدعوة الإبراهيمية وطبعا لديهم أهداف من وراء هذا المشروع وأيضا الـ الـ هذه المراكز هي التي أيضا أسست لمشروع احتلال العراق وقضية 11 سبتمبر ومن ثم احتلال أفغانستان وكان هو الهدف الأصلي احتلال العراق واحتلال العراق كان بهدف التمهيد لهذا المشروع الذي يسمى بالبيت الابراهيمي، لماذا؟ لان العراق هو مهد ابراهيم عليه السلام، طبعا هم يقولون بانه هو المكان الذي حج اليه ابراهيم، غير صحيح، ابراهيم حج الى مكه المكرمه هناك في مكه المكرمه كان وكان حج والسلام على نبينا وآله فقضية احتلال العراق وما شاهدناه منذ سنة منذ 11 ما يسمى ب11 سبتمبر يعني من سنة 2000 إلى يومنا هذا هو في الواقع أيضا هو مشروع أعدته نفس مراكز الدراسات التي أعدت ما يسمى بالمشروع الإبراهيمي طبعا هناك أهداف وراء هذا المشروع وهناك غايات ولكن سنتكلم عنها بعد الفاصل قبل ان نتكلم عن الاهداف اريد ان اؤكد مره اخرى وهذا ما ذكرته في اكثر من حلقه نحن مع الابراهيميه نحن مع الدعوه الابراهيميه هذه الدعوه التي جاءت من اجل كرامه الانسان الذي كان يستضعفه الطغاة في العراق وابراهيم عليه الصلاه والسلام جاء من اجل ان يكسر اصنام الحكام قبل ان يكسر اصنام الاحجار. ابراهيم في دعوته اراد ان يكون الانسان كريما يعيش بكرامه. اراد للمجتمعات ان تعيش العداله. اراد ايضا للشعوب ان تتعامل فيما بينها بالاحترام وبالحوار. نعم هذه الدعوه الابراهيميه هي نفسها هي دعوه عيسى وموسى ومحمد صلوات الله عليهم اجمعين. ولكن كما ذكرت دائما الشيطان يستغل العناوين الجميله والمقدسات من اجل اهداف خبيثه وهذا ما يسمى بالاساليب الناعمه للمنظومه الشيطانيه لان الشيطان ايضا عنده منظومه ومن اهم الاهداف للمشروع الابراهيمي او البيت الابراهيمي هو بالدرجه الاولى اهم مشروع هو مواجهه الإسلام الإسلام المحمد الأصيل يعني القضاء على الإسلام المحمد الأصيل لأن الدعوة الإبراهيمية التي يروج لها هي في الواقع هدفها النهائي هو إسقاط الإسلام المحمد الأصيل أو بعبارة أخرى تحريف الإسلام الحقيقي والإسلام الأصيل كما كان يفعل الطغاة والمجرمون و المستكبرون عبر التاريخ شياطين الأنس كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه هذا أسلوب من الأساليب الشيطانية عندما لا يمكنهم مواجهة الكلمة والحق والحقيقة فيحرفون الحقيقة هكذا فعل فرعون وفعل معاوية وفعل الكثير من الطغاة فهم يريدون من خلال الدعوة إلى الإبراهيمية يريدون تحريف الإسلام المحمد الأصيل هذا الإسلام المحمد الأصيل الذي الذي ظهر بصحوة دينية كبيرة جدا منذ انتصار الثورة الإسلامية فانتصار الثورة الإسلامية أدى إلى صحوة دينية كبيرة جدا وهذه الصحوة الدينية هي صحوة الدين المحمدي يعني صحوه الدعوه الابراهيميه الحقيقيه يعني الاسلام المحمد الاصيل الاسلام الذي لا يقبل ان يعيش مع الطغاه مع المستكبرين لا يقبل الاستعمار لا يقبل الذل يريد ان يعيش الانسان بكرامه يريد المجتمعات ان تعيش العداله هذا الاسلام المحمد الاصيل صار له دوله ف أرادوا في بداية الطريق أرادوا أولا وأد الجمهورية الإسلامية وأرادوا إسقاط الإسلام المحمد الأصيل من خلال إسقاط الجمهورية الإسلامية وكان هناك محاولات كثيرة جدا منذ أربعين سنة وإلى يومنا هذا ولكن فشلوا في ذلك فشلوا بالمواجهة المباشرة وأيضا فشلوا من خلال الأدوات التي استعملوها في ضرب الإسلام المحمد الأصيل والثورة الإسلامية بمنظومتها القيامية ومن هنا في مراكز الدراسات الغربية وصلوا إلى هذه النتيجة وبالتحديد في سنة 2000 بأنه لا يمكن إسقاط الثورة الإسلامية بشكل مباشر ولكن لا يمكن ولا يمكنهم الوصول إلى هذا الهدف إلا من خلال الا من خلال ايجاد اسلام مزور ايجاد دعوه ابراهيميه محرفه من اجل ايجاد بديل بديل مزور ومحرف كما ذكرت هكذا يحرفون الكلمه عن مواضعه فمن هنا كان التخطيط لما يسمى بالاسلام الديمقراطي البدء المدني ويمكنكم مراجعه مؤسسه او مركز دراسات راند والكثير من المراكز الدراسات الغربيه فكانت من هنا انطلقت او انطلق مشروع الدعوه الابراهيميه وكذلك ايضا مشروع اخر اسمه الوحده الانسانيه، ايضا الوحده الانسانيه مشروع جميل فاذا هذه الدعوه او هذا المشروع هو في الواقع يراد منه ايجاد ابراهيميه محرفه اسلاميه محرفه اسلام مزور من اجل التشويش ومن اجل ضرب الاسلام المحمد الاصيل بعد ان فشلوا في مشروعهم في تشويه الاسلام من خلال الوهابيه التي هم انتجوها ودعموها قبل قرنين الى يومنا هذا وهم الذين ايضا صنعوا لنا من خرج من رحم الوهابيه يعني التكفيريين وادوات الادوات هذه الادوات التي استعملوها في ضرب الاسلام المحمد الاصيل وفي تشويه سمعه الاسلام المحمد الاصيل. فاذا هذا هو الهدف الاساسي وبالتالي نحن كما ذكرت امام شعار مقدس ولكن هناك كلمه حق يراد منها باطل كما قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. وطبعا لا اريد ان ابين الادله على ما ذكرت ولكن بامكانكم مراجعه المصادر والمراكز التي كما ذكرت بلورت هذا المشروع ومره اخرى نحن لا نشكك في نوايا بابا الفاتيكان ولا في سماحه الشيخ الازهر وانما نحن نتكلم عن من هو خلف هذا المشروع. وأيضا هناك أهداف فكرية وتربوية وراء هذا المشروع لأنهم يريدون أن يقدموا لنا الإبراهيمية التي تعيش مع الانحرافات الأخلاقية يعني الإسلام الديمقراطي المدني الذي يتعايش حتى مع الشذوذ الجنسي وأنتم تعلمون أنهم رفعوا هذا العلم في العراق في مهد الإبراهيمية أحد السفارات ال... رفعت هذا العنوان فيريدون ان نعيد الابراهيميه المنحرفه وطبعا انتهى انا وقتي ولكن بشكل سريع اريد ايضا ان ابين هدفا سياسيا خطيرا من وراء الابراهيميه ما يسمى بالتعايش الابراهيمي وهو تمرير قضيه التطبيع من هنا سماحه السيد السيستاني دام ظله الشريف ببصيرته ووعيه قال نعم لفلسطين لا للتطبيع لا لا للظالمين لا للمستكبرين نعم للمحرومين وللمستضعفين لانهم يريدون من خلال الابراهيميه تمرير قضيه التطبيع وبالتالي يريدون ارجاع اليهود الذين خرجوا من بلداننا باختيارهم يريدون لهم ان يعودوا الى بلداننا من اجل ان يكونوا قواعد لليهوديه الصهيونيه لتاسيس دولة اسرائيل الكبرى وهذا ايضا امر خطير وخطير جدا وللاسف الوقت لا يسعني ان اقدم كل ابعاد هذا المشروع الخطير ونسال الله عز وجل ان يوفقنا ان شاء الله في فرصة اخرى لنبين ما الاهداف من هذا المشروع الذي يسمى ب الدعوه الابراهيميه الجديده او بيت البيت الابراهيمي و... واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته